السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في فيديو جديد. معاكم عبد المنعم عزت، وان شاء الله في الفيديو ده هنوضح المشكله بتاعه تحديث جوجل الاخير اللي هي الانستور ريفير اندنت برودكاست. ازاي نقدر نحل المشكله دي عشان التطبيقات بتاعتنا تتواكب مع التحديث الجديد. هنعرف ازاي التطبيق بتاعنا ان كان بيحتوي على الانستور ريفير اندنت ولا لا، ايه المكتبات او الحاجات اللي ممكن تخلي التطبيق بتاعك يحتوي على الانستور ريفير اندنت، ازاي تقدر تحل المشكله ديت لو لقيت الانستور ريفير اندنت داخل التطبيق بتاعك تشيله او تستخدم الحاجة الحديثة علشان يتواكب مع التحديث الجديد. فخليكم معانا. كتير من الناس جالهم رسالة بتحديث جديد من شركة جوجل ان هم ما عادش بيدعموا الانستور ريفير انتنت برودكاست، وان انت لو بتستخدم الحاجة دي تبقى لازم تستبدلها بجوجل ريفير اي بي اي الخاصة بجوجل بلاي. ففي ناس كتير مش عارفة ان كانت بتستخدم الانستور ريفير انتنت داخل التطبيق بتاعها ولا لا. يعني الناس جات لها الرسالة دي وتقول لك انا ما بستخدمش حاجة بتستخدم الانستور ريفير انتنت. فاحنا هنا هنعرفك ازاي تعرف ان كنت بتستخدمها ولا لا، وازاي تقدر تحلها، لان زي ما انا قلت جوجل ما عادش هتدعم الانستور ريفير انتنت برودكاست تاني ابتداء من 1/3/2020. فلازم قبل 1/3/2020 تحدث التطبيقات بتاعتك المتأثرة بالحاجة دي وتخليها تتواكب مع التحديث الجديد. دلوقتي خلينا نعرف الحاجات اللي ممكن تكون بتستخدمها في التطبيق بتاعك وهي بتستخدم الانستور ريفير انتنت من غير ما انت تكون عارف. ابسط حاجة لو انت بتستخدم اعلانات شركة الادموب، فالتحديثات بتاعت اعلانات شركة الادموب او الاس دي كي بتاع اعلان شركة الادموب بيستخدم الانستور ريفير انتنت برودكاست. لو انت بتستخدم الفاير بيس فكذلك هو برضه بيستخدم الانستور ريفير انتنت برودكاست. لو انت بتستخدم شركة اعلانات تانية فهي برضو بتستخدم الانستور ريفير انتنت برودكاست. خلينا دلوقتي بقى نعرف ازاي نشوف المكاتب اللي بتستخدم الحاجات دي داخل التطبيق بتاعنا من غير ما احنا نكون عارفين، علشان نعرفها ونحدثها ونشيل الانستور ريفير انتنت من داخل التطبيق بتاعنا عشان التطبيق يتواكب مع التحديث الجديد. ولكن قبل ما نبدا الشرح، اتمنى لو انت لسه ما اشتركتش في القناه وما فعلتش زر الجرس ان انت تضغط على زر سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا بالضغط على زر لايك للفيديو، وما تنساش تشارك الفيديو علشان كل الناس اللي عندها المشكله ديت تعرف تحل المشكله ديت وعشان الكل يستفيد. دلوقتي بقى خلينا نتوجه لشاشه الكمبيوتر علشان اوريك الرساله اللي جايه من شركه جوجل بالتحديث الجديد، ونعرف ازاي نحل المشكله ديت ونحل التحديث ده. فيلا بينا. زي ما احنا شايفين دي الرساله اللي جايه من شركه جوجل، بتقول لك بدل للبلاي ريفير اي بي اي قبل 1 مارس 2020. مضمون الرساله دي بيقول ان جوجل ما عادتش بتدعم الانستور ريفير انتنت برودكاست تاني، فعشان لو تطبيقك بيستخدم الحاجه ديت يبقى لازم قبل 1 مارس 2020 انك تستبدل الحاجه ديت او الانستور ريفير انتنت بالبلاي ريفير اي بي اي، او انك تشيل الانستور ريفير انتنت من داخل التطبيق بتاعك. وطبعا في نفس الرساله ديت بتجيب لك التطبيقات اللي هي متاثره او اللي هي عندك بتستخدم الانستور ريفير انتنت. دلوقتي بقى خلينا نفتح اندرويد ستوديو على تطبيق عندي بيستخدم الحاجه ديت ونعرف ازاي نحل المشكله دي. فدلوقتي هنفتح اندرويد ستوديو، ده تطبيق عندي بيستخدم الانستور ريفير انتنت. عرفت ازاي ان هو بيستخدم الانستور ريفير انتنت؟ هعرفك ازاي تعرف تطبيقك بيستخدم الانستور ريفير انتنت ولا لا. فبنروح هنا ونختار هنا مكان كلمه اندرويد، نختار كلمه بروجكت، بعدين بنروح على فولدر اب ونفتح الفولدر اب، ونروح على البيلد ونفتح البيلد، بعدين بنيجي على الانترميديت ونفتحها. هنلاقي حاجه في الانترميديت اسمها ميرجد مانيفست، بنفتح الميرجد مانيفست، وبعدين ندخل على الديبوج. هنلاقي هنا مانيفست نفتحها. زي ما انت شايف هنبحث في المانيفست ده على الانستول ريفير انتنت. فلو خدنا بالنا اول حاجه عندي هنا في هنا بيرميشن اهوت، ده بيرميشن بيستخدم الانستور ريفير انتنت زي ما احنا شايفين موجوده هنا اهيت. فخلينا مثلا لو خدتها وعملت بحث في الفولدر ده ككل من كنترول اف وبعدين ضفتها، فهي موجوده هي التاني برضه في حاجه اسمها ريسيفر. يبقى انا كده التطبيق بتاعي ده بيستخدم الانستور ريفير. كده انت تعرف ازاي تطبيقك بيستخدم الانستور ريفير بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي كده، وبتخش على الاندرويد مانيفست فتشوف ان كان بيستخدمه ولا لا. دلوقتي بقى احنا عرفنا ان تطبيقنا بيستخدم الانستور ريفير انتنت، عايزين نعالج المشكله دي. اول حاجه ديت كده اللي هي الريسيفر ديت اللي بتستخدم الانستور ريفير انتنت، ودي بسبب مكتبه اعلانات الادمو علشان كده دي ظاهره لي هنا. اما اللي فوق اللي هو البرميشن اللي فوق ده
يعني ممكن عندك يكون فيه اللي تحت دي بس من غير البرميشن ده، ممكن عندك يكون البرميشن ده بس، او ممكن عندك يكون حاجة تانية غيرهم الاثنين. البرميشن ده عندي بيظهر لان انا بستخدم اعلانات من شركة ستارت اب داخل التطبيق برضه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدر نشوف ان كان التطبيق بتاعنا بيستخدم الانستول ريفير انتنت ولا لا. طب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نعالج المشكلة دي. بالنسبة لاعلانات الادموب، عشان تعالج المشكله ديت يبقى لازم تحدث اعلان الادموب او الاس دي كي بتاع الادموب لاحدث اصدار. هنيجي هنا، انا كنت عامله 18.2، فاحدث اصدار حاليا اللي هو 18.3.0، فخليه 18.3 وبعدين اعمل سنكرونايزيشن واستنى لما التطبيق يعمل سنكرونايزيشن. دلوقتي التطبيق عمل سنكرونايزيشن، فلو دخلت على المانيفست تاني وعملت سيرش عليها من هنا، زي ما احنا شايفين ما عادتش موجوده، اللي تحت اتشالت، يعني دلوقتي ما عادش فيه غير البرميشن ده. يبقى انا لما حدثت مكتبه اعلانات الادموب لاحدث اصدار، ما عادش هنا الريسيف اللي هو بيستخدم انستول ريفير انتنت. يبقى انا كده حليت مشكله اعلانات الادموب. يبقى انت لو عندك بس المشكله بتاعت اعلانات الادموب وحدثتها لاحدث اصدار، يبقى انت كده حليت مشكله انستول ريفير انتنت. تاني حاجه، طب افرض انت مثلا بتستخدم الفاير بيز، الفاير بيز برضه بيستخدم الانستول ريفير انتنت، يبقى انت لازم تستنى احدث اصدار ينزل من شركه الفاير بيز وتضيفه عندك في التطبيق بتاعك. طبعا شركه الفاير بيز لسه ما نزلتش احدث اصدار بيعالج المشكله ديت، فاحنا مستنيين ان هي تنزل احدث اصدار علشان تضيفه داخل التطبيق بتاعك. ولكن انا عندي ما بستخدمش الفاير بيز في التطبيق بتاعي، فالمشكله ديت ماهيش عندي. انا بقول لك عشان لو انت بتستخدم عندك الفاير بيز ازاي تعرف حلها. تاني حاجه، انا دلوقتي بستخدم شركه ستارت اب اعلانات من ستارت اب، فبرضه ظهر عندي الانستول ريفير دي، فدلوقتي انا برضه هستنى احدث اصدار من شركه الستارت اب اللي هي تنزله يشيل لي الانستول ريفير ده. ولكن عشان اعرفك اللي البرميشن ده بسبب الستارت اب، فخلينا نهيش الامبلمنتيشن بتاع الاس دي كي بتاع الستارت اب، وبعدين نضغط على سنكرونايزيشن ناو، وبعدين نستنى لما يعمل سنكرونايزيشن وكده اكتمل، نروح على الاندرويد مانيفست تاني. فزي ما احنا شايفين الانستول ريفيرر ما عادتش موجودة داخل المانيفست بتاعي. يبقى انا كده عالجت التطبيق بتاعي تماما وما عادش فيه اي حاجة خاصة بالانستول ريفير انتنت. طب افرض انت عندك حاجة غير الحاجة اللي موجودة عندي، تعرفها ازاي؟ زي ما قلت لك بتخش الاول تبحث هنا كده تشوف ان كانت موجودة ولا مش موجودة، بعدين بتروح على الاب بتاعك. طبعا الاب دي ما قلناش احنا بنجيبها منين، خلينا نرجع تاني للاندرويد، وبنروح بعد ما رجعنا للاندرويد انت بتروح على الجرادل اللي هو المديول اب، بتفتحه، هو ده الجرادل اللي هو المديول اب اللي فيه جميع المكتبات اللي انت بتستخدمها داخل التطبيق بتاعك. بتعمل ايه عشان تعرف ان كان اني مكتبه فيهم بتستخدمها بتستخدم الانستول ريفير انتنت؟ اول حاجه بتحدث المكاتب بتاعتك ديت لاحدث اصدارات، يعني تدخل تحدث جميع المكاتب لاحدث اصدارات. يعني انا مثلا عندي هنا المكتبه واقف عليها، فظهر ان لها اصدار جديد وهو 1.2، خلينا احدثها ل 1.2. بالتالي انت برضه بتحدث جميع المكاتب عندك لاحدث اصدار. لو انت برضه بعد ما حدثتهم لاحدث اصدار لقيت برضه اللي الانستول ريفير لسه موجوده، تعمل ايه؟ تاخدهم مكتبه مكتبه كده وتهيشها. يعني انا دلوقتي هيشت المكتبه ديت، فبالتالي اتشالت، فما اتشالت عرفت ان الانستول ريفير كان بسبب مكتبه اعلانات الستارت اب. انت كذلك عندك برضو ممكن تجرب، ممكن مثلا تهيش مثلا دي كده عندك مكتبه تجام هيشها وتعمل سنكرونايزيشن، وبعدين بعد ما يخلص السنكرونايزيشن تخش تشوف هل الانستول ريفير انشالت ولا لا. لو اتشالت يبقى كانت بسبب المكتبه ديت، وبالتالي انك تبحث على تحديث جديد للمكتبه ديت علشان يقدر يشيل الانستول ريفير انتنت. خلينا تاني سريعا نقول ازاي بقدر اعرف ان كان التطبيق بتاعي بيحتوي على الانستول ريفير انتنت ولا لا. بنروح هنا ونغير كلمه اندرويد لبروجكت، وبعدين نروح على فولدر اب ندخل منه على البيلد، ندخل من البيلد على الانترميديت، وبعدين هنلاقي حاجه اسمها ميرجد مانيفست، جواها فولدر اسمه ديباج، جواها فولدر اسمه اندرويد مانيفست. هنا طبعا بتقدر تبحث عن الحاجه دي. دلوقتي هي رجعت تانيات لان انا رجعت الحاجات دي التاني، فبالتالي الانستول ريفير راجع التاني. ودلوقتي احنا عرفنا ازاي نقدر نشوف ان كان التطبيق بتاعنا بيستخدم الانستول ريفير انتنت ولا لا، وعرفنا الحاجات اللي ممكن تتسبب في ان التطبيق بتاعك يستخدم الانستول ريفير انتنت، زي اعلانات الادموب لو انت بتستخدم
تستخدم اعلانات الادموب، فلازم تحدث مكتبة اعلانات الادموب اللي هو الاس دي كي لاحدث اصدار عشان يتواكب مع التحديث الجديد بتاع شركة جوجل. كذلك لو انت بتستخدم اعلانات من اي شركة تانية زي مثلا شركة ستارت اب، فكذلك هتلاقي برضو بتستخدم الانستور ريفير انتنت، يبقى لازم برضو تحدثها لاحدث اصدار وتشوف ان كانت لسه بتستخدم الانستور ريفير انتنت ولا لا. وبرضو لو بتستخدم الفاير بيس داخل التطبيق بتاعك فهو بيستخدم الانستور ريفير انتنت، يبقى لازم انك برضو تستنى وتتابع شركة الفاير بيس عشان هتنزل اصدار حديث ما بيستخدمش الانستور ريفير انتنت، يبقى تضيفه عندك في التطبيقات بتاعتك. لو التطبيق بتاعك فيه الانستور ريفير انتنت وبرضه ما عندكش تلات حاجات دولت، يبقى لازم تدور اكيد انت بتستخدم مكتبه عندك من المكتبات بتستخدم الحاجه ديت، فلازم تبحث لها عن تحديث جديد يكون ما بيستخدمش الانستور ريفير انتنت او يتواكب مع التحديث الجديد لشركه جوجل بلاي. وبكده نكون وضحنا التحديث الجديد بتاع شركه جوجل بكل بساطه. اتمنى يكون الشرح عجبك وانك تكون استفدت ووصلتك المعلومه بسهوله. فما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، وكمان ما تنساش تدعمنا بالضغط على زر لايك للفيديو وترك لنا تعليقك على الفيديو. لو في اي مشكلة بتواجهك فما تترددش وتكتبها لنا في التعليقات، وان شاء الله لو كانت تستاهل ان احنا نعمل لها فيديو مخصص لها علشان الكل يستفيد نعملها، اما لو كانت بسيطة فهنجاوب عليها ونوضحها لك في التعليقات. اشوفكم في فيديوهات جديدة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.